بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا شباب في درس جديد. في هذا الدرس سوف أشرح درس اسمه Welcome to Diff Moving on Top with the Buttons، يعني أي بطن أعمل عليها هوفر هذا الدف يأتي عليها، يعني فوقها، والويتس تاعها يكون نفس الويتس تاعها. هل هنا يعني كل بطن عندهم نفس الويتس تقريبا؟ ولكن بكل بساطة لو غيرت الويتس بالجافا سكريبت هنقله يعني يكون نفس الويتس. أنا أعطيته بعض التنسيقات بالسي اس اس للناس اللي بدها مثلا شرح مثلا الفيديوهات القديمة، كيفية مثلا عمل الآلة الحاسبة، يعني أعمل الشكل. أنا إن شاء الله سوف أعمل بلاي ليست ثانية وأشرح فيها كل الأشكال. أنا هنا أعطيت شكل بسيط، أعطيته مثلا هذا ديف الأب، في عنده الويتس بادينج توب وبوتم 20 بيكسل، باك جراوند بوزيشن ريلاتيف تكست الاين سنتر، ال H1 أعطيته مارجن بوتون وأعطيته الكالر. عنا ديف اي دي موف، لا تركزوا في هؤلاء سأشرحهم لاحقا. أعطيته بوردر توب ليفت رايت، توب ليفت رايت، هايت 10 بيكسل، بوزيشن ابسوليوت كمان سأشرحها، بوكس سايزنج بوردر بوكس بسبب البوردر لكي لا يأخذ الويتس، مارجن توب لكي أخليه من فوق أعلى، وترانزيشن. ديف كلاس اول مثلا أعطيته ويدث ومارجن تكست الاين سنتر، وأعطيت البوتوم بعض التنسيقات مارجن بوردر راديوس تكست الاين بادينج ويدث بوردر كولر فونت ويت فونت سايز اوتلاين. الآن أنا أعطيته الاب بوزيشن ريلاتيف، وأعطيت هذا الابن بوزيشن ابسوليوت. انظروا لكي أكون أتحايل، يعني أعطيته التحكم المطلق. فكرة التطبيق ما هي؟ مثلا هنا البوتن سوف أشيل الويتس. مثلا أرأيتم الويتس بتاعه يتغير، أرأيتم؟ فكرة التطبيق هي عندما أعمل هوفر على أي بوتن، مثلا هذه، احسب لي المسافة من هنا إلى هنا وأعطيها، وهذه المسافة أعطيها للدف، يعني أجعله بعيد نفس، أجعله بعيد من هنا نفس المسافة من هنا إلى هنا، واجعل الويتس بتاعه نفس الويتس بتاع البطن، يعني أي بطن أعمل هوفر عليها هذه هي الفكرة. لنذهب الآن إلى الجافا سكريبت، بس نحن هنخلي المتغيرات. عنا نحن موف بي تي ان، الموف هو هذا الدف يلي عم يتحرك يلي هو هذا الأسود، والبي تي ان أنا أعطيتهم كلاس مشتركين بي تي ان. أول شيء أنا سوف أقول له قبل كل شيء، يعني أسير قبل كل شيء أقول له أنا بدي يجي على هذه البطن مثلا، بس أخلي الويتس بتاعه مثل هذه البطن، والمسافة من هنا إلى هنا مثل هذه البطن. أقول له ماذا؟ move.style.width، هنا نبلش بالويتس، يساوي ماذا؟ يساوي btn أول واحدة، نبدأ من صفر، btn 0 dot ناقص مو الخاصية الآن الذي تحسب الويتس، تحسب الويتس تاع البطن dot offset width، هذه الخاصية تحسب لك أي ويتس لأي عنصر أنت بدك إياه. هل أقف هنا؟ الآن وضع لي number. طيب يا شباب، ما نحن بنحط النمبر يا يعني نعطيه مثلا علامة البرسنتج أو يا يعني نعطيه بيكسل، أقول له زائد بيكسل. ولنرى الآن، شفتكم بهذه الأخطاء، أخطاء محرر. انظروا، أرأيتم؟ أعطوني الويتس بتاعه مثل الويتس بتاع هذه البطن، يعني هنا لو أنا مثلا جبت هذه وأذهب إلى الكونسول، يعني 190، لهذا أنا قلت له زائد بيكسل. مثلا هذا ديف عنده اي دي موف، الويتس بتاعه 190 بيكسل. ثاني شيء، موف دوت ستايل دوت ماذا؟ دوت ليفت، انا اعطيته بوزيشن ابسوليوت، الان استطيع ان اتحكم بالليفت التوب والرايت البوتن. كمان بي تي ان زيرو دوت ماذا؟ دوت اوفست، اوفست ليفت. هذا يعني عندك انت اربع خصائص، عندك offset left يحسب المسافة من هنا إلى هنا، offset top من هنا إلى هنا، offset right من هنا إلى هنا، offset bottom من تحت إلى فوق، زائد b
بيكسل، نفس الشيء لأنه هو يعطيني إياها رقم وأنا أضع بيكسل لكي يتحول إلى بيكسل. لنرى الآن، أرأيت أصبح مثل أول بوتون. يعني الآن استفدنا من خاصيتين، عنا أوفست ويدث وكمان عنا أوفست هايت، عنا أوفست ليفت رايت توب بوتوم، هول كلهم خصائص بالجافا سكريبت دوم. الآن سوف أعمل الفانكشن التي عندما أعمل هفر على أي واحدة منهم يذهب إليها الديف. طيب عندنا أربعة بوتون، نستخدم الفور لوب. فور اي يساوي صفر، اي أصغر من بي تي ان دوت لينس، اي يساوي اي زائد واحد، وانت فيك تكتب يعني اي بلس بلس. لاي يساوي صفر والاي أصغر من البي تي ان دوت لينس. البي تي ان دوت لينس ما هي؟ أربعة، يعني الاي أصغر من أربعة. نبدأ نحن صفر وواحد اثنان ثلاثة، هذا هو الشرط. أقول له هنا بي تي ان اي دوت. الآن ماذا؟ هناك خصائص كثيرة، أنا سوف أستعمل on mouse over، يعني عندما تأتي الماوس عليك، يعني مثلها مثل هوفر. فيك حتى تعمل يعني on click on دي بي ال click الذي تريده. وهنا أعمل function، وهنا بي تي ان اي يعني أي واحدة منهم تأتي عليها الماوس نفذ لي هذه الفانكشن. أقول له هؤلاء الخاصيتين، move.style.width يساوي ماذا؟ لو قلت له هنا بي تي ان اي لم يفهمها، هيحط لك يعني undefined وحيطلع لك error. يعني أنا هنا استعملت الاي هنا فوق بي تي ان اي وأنا بدي استعمله تحت، لم يفهمها. أقول له ماذا؟ هناك خاصية بالجافا سكريبت دوم اسمها this. ما معنى هذه الخاصية؟ يعني هذه الخاصية الذي تأتي الماوس عليها، هذه الخاصية معناها الذي تأتي الماوس عليها. يعني لو كان هنا on click يعني this يعني الذي أضغط عليها، on mouse over يعني العنصر الذي تأتي عليه هذا الماوس. مثلا عندي بيقول لك ليك العنصر الذي اضغط عليه مثلا مرتين. هذه الخاصية خاصية بسيطة جدا، انظروا، تأتي الماوس على البطن الثالثة يذهب اليها، الثانية يذهب اليها، يعني هو يحسب المسافة من هنا الى هنا ويعطيها لهذا الدف. ارأيتم تطبيق بسيط جدا جدا، والخصائص بسيطة، بخصائص بسيطة بنعمل تطبيقات جميلة. هذا هو الدرس كامل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.